اللي بدا به هو كنشكر، لان كما كتقولوا ملي كيكون معرض راه ماشي المنظم هو اللي كينجح المعرض. يقول لك شي منظم كيكون ينجح المعرض راه كيكون غلط. علاش؟ المعرض النجاح ديالو بالعارضين ديالو، بالمنظم ديالو وبالزوار ديالو. اذا الا ما كانوش هاد ثلاثه المركبات ما يمكنش نقولوا حنا المعرض غادي ينجح. اذا حنا اليوم كنشكر اي واحد شارك، لا من الشركاء ولا من العارضين ولا من الزوار، لان على انجاح التظاهره، لان هذا المعرض من الحرفيين للحرفيين. هذا المعرض ديالنا حنا كاملين، ماشي حنا، ماشي مجموعه رحال. مجموعه رحال كما كنقول واحد العنصر من العناصر المكونه ديال نجاح القطاع. اذا كنشكر العارضين، كنشكر كل من ساهم في انجاح التظاهره، لان كما كتقولوا شفتوا كاينين رواقات ما شاء الله. اليوم الشركات المغربيه حنا الحمد لله اوني توجور اوني اون لاني ديغنيغ اون في 17000 اون ايمغي بيان ريسيفوار 17000 مي جو كوا كي ان تري بون فلو زعما عباد الله تبارك الله راه كاين الاقبال. حنا المهم ماشي في العدد، حيت ما خصناش نكونوا بغينا العدد، حنا كنقلبوا على الجوده، كنقلبوا على عدد الصفقات، كنقلبوا على اي واحد جا اش ربح من الفكره، من التقنيه، دا مع شي حاجه استافدها غيشتغل بها في المحل ديالو ولا في الشركه ديالو ولا في لابولونجي ولا في لاباتيسري. اذا حنا كنقلبوا اشنا هي القيمه المضافه ديال كريماي على الصعيد الوطني.